أحسن الله إليكم. السائل ميم راء من الطائف يقول: هل يكون إثم على من حفظ من القرآن الكريم شيئا أو حفظ القرآن كله ثم نسيه ولم يستطع مراجعته لأي سبب كمرض أو انشغال في أمر مباح أو غير ذلك؟ ليس عليه إثم، ولكنه يكون قد فقد نعمة عظيمة. فعلى المسلم الذي من الله عليه بحفظ القرآن أن يشكر هذه النعمة، وأن يتعاهد القرآن بالإكثار من تلاوته واستذكاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها، أو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. فيجب المحافظة على من الله عليه بحفظ القرآن أو شيء منه، أن يحافظ على هذه النعمة وأن يستذكر حفظه ويكرره، وألا لا يشق عليه. بإمكان الإنسان الذي يحفظ القرآن أن يتلو القرآن وأن يستذكره وهو يمشي وهو راكب وهو على فراشه وهو في عمله، ليس هذا بشيء يشق. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وإنما يحصل النسيان من طول الغفلة عن تلاوته، طول الغفلة والانشغال عنه، ولا ينبغي هذا للمسلم. نعم.